لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب. صباح لاباس بخير. هذه اقترحت لكم في الحلقة على كيفاش تخدم هنا في تركيا بلا دراهم. حبيت تعرفوا كيفاش عطيتكم تمنخط النقاط المهمة. بصح الناس بزاف اللي طلبت أني نختصر لكم كل نقطة بحالها. الحاجة الأولى هي الحاجة الأولى لازم تكون عندك لونتوراج تاعك يكون لونتوراج بوزيتيف، ما تمشيش مع الناس نيجاتيف، المنطو لازم تسمع للناس اللي فشلوا هنايا، باسكو هذوك هما الصح، بيهم هما لازم تنجح، دائما اختار المحيط اللي يناسبك، تبع الناس اللي تعطيك اللي تعطي لك كيما يقولوها تعطي لك افكار، تعطيك حاجة جديدة، ما تتبعش الناس اللي تقول لك قيل وقال، هذه الناس فارغة، ما عندك ما تدير بهم، هذا سبار تسمع لهم، إذا حبيت تنجح خويا في حياتك هنايا ولا في بلادك ولا وين تكون، لازم الحاجة الأولى تخالط الناس بوزيتيف. باش تكون انت بوزيتيف وتختار الفرصه، لان الفرصه ماشي هي اللي عندك، انت تروح لعندها، انت تروح تبحث على الفرصه تاعك، الفرصه تاعك حوس عليها عن الناس الفاهمه، الناس العاقله، الناس اللي جايبه خبط، وتسمع دائما للناس اللي فشلت والناس اللي نجحت، باش تعرف انت روحك، تعرف قيمتك وتعرف بلاصتك وين في المجتمع هذا اللي تقدر به تكون نفسك وتقدر تافونسي فيه. على هذا الشيء انا نقول لك، اذا حاب تكون هنايا لازمك تكون صائد، صائد الفرص. ترمي الصنارة تاعك وتختار الفرصة، لكن ما تروحش تصيد في الرمل وتقول ما كيف ما لقيتش الحوت، لازم تصيد في البحر، في البحر ترمي الصنارة وتخير ثاني ديك الصنارة، تخير ثاني ديك اللامسون تاعك باش تجيب، الناس الصيادين يعرفوها هذه، فهمتوا كيف صاحبي؟ تمشي مع الناس اللي عندهم ناس في التفكير، ماشي ناس فارغة، ناس ما عندها والو في الراس، لازم تمشي مع الناس اللي عندهم تفكير، المحيط غير محيطك. شوف دائما جديد، تبع الاعلام، تبع الفيسبوك، تبع الصفحات الناجحه، تبع الصفحات اللي تعطيك حاجه جديده، ماشي تبع الصفحات الفارغه ولا تحكي على فلان وقالوا كان عمي جدي الله يرحمه امبارح مات. يا جماعه لازم دائما تشوف تحوس على الناس اللي عندهم جديد، اللي عندهم ابتكارات، تبعش الناس اللي ما عندها والو. هذا واش راني نقول لك، اسمع الا حبيت كي تنوض الصباح روح دائما صاحب الناس اللي فيها فايدة. هايدا سلام. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب.